صل على من نزل عليه جبريل الأمين بوحي السماء بالقرآن، خير رسالة وأفضل كتاب، نور ورحمة للعالمين. محمد خير خلق الله، كان خلقه القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض. اللهم صل عليه صلاة تضاء لها السماء وتعم بركتها أهل الأرض وأهل السماء. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك الذين اهتدوا بكتابك، واجعلنا من المحافظين على حدوده والعاملين بتعليمه والمتأدبين بآدابه، وبارك لنا في أوقاتنا حتى نقرأه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى به عنا، لنكون من أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبادك وإماءك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعله لنا شفاء من الأمراض وبركة في العمر والأولاد. اللهم أنزله على قلوبنا واشرح به صدورنا وأصلح به أحوالنا وارزقنا حبه وحب أهله. اللهم إني نسألك باسمك الأعظم أن تحفظنا بالقرآن وتصلح به قلوبنا وتداوي به جروحنا وتهدي به عاصينا وترقق به أفئدتنا، واجعله نورا من أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك، واجعله رفيق لنا في الطريق إليك، واجعله ونيس لنا في قبورنا وشفيع لنا عندك، واجعله حجة لنا واقذف من نوره في قلوبنا، واجعله هداية لنا وبركة في بيوتنا وراحة لأنفسنا. اللهم اجعلنا ممن حملوا كتابك وعملوا بما أمرتنا به وانتهوا عما نهيتهم عنه، واجعلنا من الحافظين له والمحافظين عليه. اللهم نشكو إليك ضعف العزائم وضيق الوقت وقلة الفهم والصبر. اللهم قوي عزائمنا وبارك لنا في أوقاتنا وارزقنا نعمة الفهم والصبر. اللهم اجعلنا نحيا بالقرآن وارزقنا تلاوته في كل الأحوال، وحبب أولادنا وأزواجنا فيه، وارزقنا بحفظه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والبكاء عند تلاوته واستحلال حلاله وتحريم حرامه، واجعله شفيع لنا عندك. وصلي على محمد خير من أرسلت، على خير أمة بخير كتاب أضاءت له الظلمات وهداية للعالمين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، جاهد لرفع راية الإسلام وتحمل أعباء التبليغ وصبر حتى تمت الرسالة. اللهم اجعلنا من أتباعه، واصطفنا كما اصطفيت أخيارك، واصطفنا كما اصطفيت أولياءك، وصلي وسلم وبارك على من علمنا وأدبنا وبلغه منا السلام.